فرحانين وجد سعداء بهذا الكاس اللي توجنا به اللي حنا كنحلموا والحمد لله تحقق. هذه عندنا ملحمه يعني كنا مشتاقين لهذا الكاس ولهذا الفريق هذا اللي عطى الشيء الكثير اللي تهمش لبعض الوقت، ولكن حنا كنشوفوا فيه ان شاء الله كنشوفوا فيه واحد النظره مستقبليه بالشباب ديالو بالجمهور الجميل ديالو بالناس المثقفه ديالها بجميع الاعضاء ديالو. وشكرا والحمد لله كان ماتش كبير اليوم. نصفيتنا الكره نهار عيد الاستقلال جبنا فيها هاد لاكوب، هذا حنا فرحانين. كلشي الجوار ديالنا ميم با دوزيام ديفيزيون اوني تري بلي فور على اكادير البريمير ديفيزيون. ان شاء الله يكملوا بحال هكا وما يتبعوش دراري العام، نكملوا نطلعوا لا بريمير ديفيزيون غنلعبوا على الكاف وديما الطاس ديما ويداد. توجد الطاس كان مزيان حقاش دراري كانوا خدامين على ريوسم سيمانه كامله وما كيترينيو. المهم جاو داروا في عينيهم انهم غيدوا كوب ديترون، وان شاء الله الله اللي بغانا نديوه. الدراري كانوا في النار ديالهم، كنشكروا الرئيس اللي كيساهم في هذا الشيء. الدراري هما شي ان شاء الله راه غيديروا يقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله.